الأدوية اللي شتي حاجة تعني اللي تخصنا احنا. أنا شفني مريض كم لي تدور عليه ما حصلت العلاج. دكتور موجود العلاج ما فيش. حاملا ألامه وهمومه بين يديه، علّه يجد ما يخفف من وطأتها في هذا المرفق الصحي. هكذا هو حال الحاج صالح الحداد الذي تحكي نظراته الحائرة مرارة المعاناة وتجسد حجم المأساة التي يوصل إليها أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين جراء تدهور الوضع الصحي. فالمستشفى الوحيد في المدينة والذي يعود تاريخ إنشائه إلى نهاية القرن الماضي يعاني اليوم من نقص كبير في الكادر الطبي وانعدام الأدوية والكثير من الخدمات. الصورة هنا تلخص حالة المستشفى، فهذه الأقسام وغرف الترقيد هي الأخرى تفتقد لأبسط التجهيزات، وبين هذه الجدران المتهالكة ثمت من يصارعون الألم وهم بحاجة أيضا للحد الأدنى من الرعاية والاهتمام. فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها موظفو المستشفى إلا أنهم يواجهون الكثير من الصعوبات في عملهم وتنقصهم الأدوات والأجهزة اللازمة. أبرز ما يعاني فني العمليات، ما عندنا فني عمليات ونقص في الأدوية، وقد جرينا بعض العمليات اللي يعني حسب إمكانياتنا، عمليات متوسطة وعمليات صغرى. الموارد المالية والموازنات التشغيلية للمستشفى لا علاقة للجهات المعنية بها، وبعد انقاب دور الجهات المعنية أصبح المجلس الأهلي لأبناء المحفد هو من يتابع شؤون المديرية، إذ سبق لهذا المستشفى أن توقفت خدماته بشكل نهائي لأكثر من 20 عاما قبل أن يعود للعمل منذ عام واحد بعد أن تبنى المجلس الأهلي إعادة تشغيله بدعم جهات خيرية وبعض المنظمات الدولية. مديرية المحفد طبعا هي مديرية وكأنها معزولة عن الجمهورية اليمنية، وكأن هذه المديرية لا ينظر لها أحد، ولكن بفضل الله عز وجل قد شكل مجلس أهلي في هذه المديرية، قاموا بتشغيل مستشفى المحفد يعني بجهود شخصية وجهود ذاتية، والدولة لم يكن لها أي مساهمة في ذلك. هكذا إذن هي مديرية المحفد، فمعاناة أبنائها لم تكن وليدة اللحظة بل هي تراكم لسنوات، وما التدهور الملحوظ في القطاع الصحي إلا تجسيدا لصور أخرى لمختلف جوانب الحياة. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس.